مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلفزيون جمهورية سومالان نقدم لكم نشرة الأخبار وأبرز العناوين فيها. شارك رئيس جمهورية سومالان فخامة أحمد محمد محمود آدم في تخرج دفعة جديدة عددها 790 طالب وطالبة. وزير قصر الرئاسة يقيم مادبة عشاء على شرف طلاب الخريجين جامعة أدمس. وزير الإعلام والتوعية والتراث ولقاء مع بعض عمد ومحافظي بعض أقاليم الحدودية. وزير وزارة الدفاع وافتتاح مشروع ماي كبير. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز العناوين، والآن إليكم النشرة بالتفصيل. شارك اليوم رئيس جمهورية سومالان فخامة أحمد محمد محمود آدم في حفل أقيم بمناسبة تخرج دفعة طلابية جديدة من طلاب جامعة جلس. شارك اليوم رئيس جمهورية سومالاند فخامة أحمد محمد محمود سيلايو في حفل أقيم بمناسبة تخريج دفعة طلابية جديدة يبلغ عددها 790 طالب وطالبة من كليات جامعة جلس المختلفة. أقيمت هذه المناسبة بفندق منصور بالعاصمة هرقيسة، وشارك فيها أعضاء من المجلس الوزاري، نواب من مجلسي الشيوخ والبرلمان، قادة القوات الأمنية المختلفة، أنضة العاصمة الهرقيسة، مسؤولين كبار من الحكومة، إدارة ومسؤولي الجامعة، الطلبة والطالبات، أولياء الأمور الطالبة، وضيوف شرف آخرين. تحدث في بداية المناسبة بروفيسور سعيد أحمد حسن عميد جامعة جلس، أشار من خلال كلمته إلى المراحل المختلفة التي مرت بها الجامعة، وفي كلمة للشيخ حاج عبد الكريم ورابع وجه من خلال كلمتها التهاني للطلبة المتخرجين، وأشاد بجهود حكومة سومالاند في تطوير العملية التعليمية. من جانبها وجهت وزير التربية والتعليم العالي السيدة زمزم عبدي آدم التهاني للطلاب وحثتهم بمواصلة التعليم. وفي الختام تحدث بكلمة فخامة أحمد محمد محمود سيلايو رئيس جمهورية سومالاند، حيث وجه التهاني للطلاب وتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهام عملية في حياتهم اليومية. أقام وزير قصر الرئاسة بجمهورية سومالاند معالي حرص علي حاج حسن مساء أمس مأدبة عشاء للطلبة والطالبات المتخرجين من جامعة أدمس. أقام وزير قصر رئاسة الجمهورية سومالاند معالي حرص علي حاج حسن مساء أمس مأدبة عشاء للطلبة والطالبات المتخرجين من جامعة أدمس. أقيمت هذه المناسبة بفندق منصور بالعاصمة هرقيسة. شارك في هذه المناسبة أعضاء من مجلس الوزراء والنواب، كما شارك عدد من الوزراء وأولياء أمور الطلبة والطالبات المتخرجين. وفي بداية المناسبة تحدث عن جامعة أدمس، شكر من خلالها وزير قصر رئاسة الجمهورية سومالاند على هذه اللفتة الطيبة تجاه التعليم والطلاب. كما تحدث وزير وزارة الشباب والرياضة معالي علي سعيد ريقل، عبر عن سعادته بهذا النجاح الذي حققته جامعة أدمس. تحدث عدد من المسؤولين والشيوخ وأعضاء مجلس البرلمان، أشار من خلال كلمتهم إلى التفوق والنجاح الذي حققته الجامعة. وفي الختام قال وزير قصر الرئاسة معالي حرص علي حاج حسن، وهو يوجه كلمة شكر لمسؤولي جامعة أدمس والترابط التعليمي بين جامعتي جمهورية سومالاند ودولة إثيوبيا وما تقدمه جامعة أدمس بمقرها الثاني والرئيسي بجمهورية سومالاند. عقد اليوم وزير وزارة الإعلام والتوعية والتراث معالي عبد الله محمد داهر عكوسة لقاء موسعا في مقر مكتبه، وشارك فيه نائب وزير الإعلام ومدير العام للوزارة ومدير قطاع التلفزيون الوطني ومدراء عموم الأقسام المختلفة. عقد اليوم وزير وزارة الإعلام والتوعية والتراث لقاء موسعا مع عمد ومحافظي بعض الأقاليم الحدودية، وذلك في مقر مكتبه. شارك في هذا اللقاء كل من نائب وزير وزارة الإعلام والتوعية سعادة عبد القادر عبد الواحد عبد الرحمن، ومدير عام وزارة الإعلام والتوعية سعادة محمد علمي آذن، ومدير عام قطاع التلفزيون الوطني سعادة خضر حسن علي قاص، ومدراء عموم الأقسام المختلفة في الوزارة. هذا اللقاء مع عمد ومحافظي بعض الأقاليم. تحدث في بداية هذا اللقاء محافظ إقليم برن عن المهمة المحددة التي جاء من أجلها إلى وزارة الإعلام والتوعية، وهي كيفية إعادة تقييم ورفع مستوى وسائل الإعلام في الإقليم، خاصة الصحافة منها. وأيضا أضاف أنه لا يمكن عمل أو إنجاز أي شيء في الإقليم دون الاستعانة بوسائل الإعلام، لأنها السلطة الرابعة في أي بلد. وطلب من الوزير إمكانية رفع مستوى الوعي الإعلامي داخل الإقليم، وأيضا عن الطريقة التي يتم فيها إرسال الأخبار من وإلى وزارة الإعلام. وتحدث أيضا عمدة إقليم حينقلول بكلمة أشار من خلالها إلى الاجتماع الموسع الذي أقيم مؤخرا في الإقليم، والذي انتهى بجو يسوده التفاهم والاحترام، وكان الاجتماع للحديث عن المشاكل واهتمامات الإقليم التي غاب عنها الإعلام. وأيضا تحدث عن دور الإعلام في تغطية مثل هذه الأحداث.
وطلب هو الآخر من وزير الإعلام بعض الصحفيين للتغطيات الإعلامية المختلفة في الإقليم. وتحدث أيضا عمدة إقليم برن سعادة عبد الرشيد دعالي علي، والذي أيضا أشار من خلال كلمته الحاجة الماسة إلى وجود وسائل إعلان في هذه الأقاليم الحدودية. وفي نهاية هذا اللقاء تحدث وزير وزارة الإعلام والتوعية والتراث، وتعهد أنه سيفعل كل ما يلزم من أجل الالتزام وتأدية هذه المطالب لعمد ومحافظي تلك الأقاليم الحدودية. افتتح وزير الدفاع بجمهورية سومالان معالي أحمد حاج علي عدمي والوفد المرافق له بئر مائي كبير مساحته 15 مترا وبعمق 120 مترا. افتتح وزير وزارة الدفاع بجمهورية سومالان معالي أحمد حاج علي عدمي والوفد المرافق له بئر ماء كبير مساحته 15 مترا وبعمق 120 مترا بمدينة برن لخدمة الزراعة بشكل عام وللاستخدامات الشخصية. هذا وقد حضر هذه المناسبة عدد كبير من المسؤولين ومحافظي الإقليم، وتحدث سعادته بكلمة شكر من خلالها رئيس الجمهورية والوزير على هذا المشروع. كما تحدثت إحدى المواطنات أشارت من خلال كلمتها إلى أهمية هذا المشروع، كما تحدث أحد العلماء والشيوخ في هذه المناسبة. وأخيرا تحدث وزير وزارة الدفاع أشار من خلال كلمته إلى أن تمويل هذا المشروع من قبل رئاسة الجمهورية لخدمة مواطني المدينة وتوفير مياه شرب صالحة لهم. هذا وكان برفقة وزير الدفاع عدد من المسؤولين من بينهم وزير الدولة في وزارة الثروة الحيوانية. عقد اليوم مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي ويرافقه اثنان من أعضاء المجلس المحلي لإقليم ساحل مؤتمرا صحفيا في مقر مكتب الوزارة في إقليم ساحل. عقد اليوم مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم ويرافقه اثنان من أعضاء المجلس المحلي لإقليم ساحل، عقدوا مؤتمرا صحفيا اليوم في مقر مكتب وزارة التربية والتعليم بإقليم ساحل. تحدثوا لوسائل الإعلام عن إنجازات مكتب وزارة التربية والتعليم إقليم ساحل مدة الأعوام الماضية وعن الإدعاءات الكاذبة التي نشرتها وسائل الإعلام مؤخرا. تحدث في بداية هذا المؤتمر مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم في الإقليم السيد إبراهيم دقالي محمد مبينا لوسائل الإعلام عن عدد المدارس التي تم إضافتها مؤخرا، والتي بلغ عدد المدارس في الإقليم 108 منها 8 مدارس للمرحلة الثانوية، وعن الجولة التفقدية الأخيرة التي قام بها إلى مدارس الإقليم ساحل، وعن إنجازات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في الإقليم والدور الفعال التي تلعبه الوزارة من خلال زيادة الإمكانيات المادية لرفع مستوى الإقليم في المجال التعليم، والملاحظ في ذلك من خلال نتائج الامتحانات الثانوية العامة لهذه السنة. وقام مدير عام مكتب الوزارة بتكذيب الادعاءات الكاذبة الصادرة عن بعض المغتربين سوماليلاند في الخارج التي لا أساس لها من الصحة. وتحدث أيضا عضو المجلس المحلي السيد مصطفى أحمد عن الادعاءات بعض المغتربين الذين يسيئون لمكتب وزارة التربية والتعليم في الإقليم وبعض الادعاءات التي لا صحة لها. وفي نفس الوقت تحدث أيضا مسؤول في مكتب الوزارة بالإقليم السيد حسن محمود جولد الذي تفاجأ من هذه الادعاءات التي تأتي فقط في هذا الوقت من أجل الإساءة إلى وزارة التربية والتعليم. عقدت جمعية ناوي النسائية حفلة موسعة لتكريم الكادر الطبي بالمشفى العام بقبلي، وذلك للإنجازات التي قام بها الكادر الطبي من أجل خدمة المواطنين. عقدت جمعية ناو النسائية حفلة موسعة لتكريم الكادر الطبي بالمستشفى العام في مدينة قبلي، ذلك لإنجازات التي قام بها الكادر الطبي في المستشفى من أجل خدمة المواطنين. وتحدث في هذه المناسبة مدير عام جمعية ناو النسائية السيدة هوية عبد كاهن بكلمة أشارت إلى أن هذا التكريم يأتي من أجل كل ما بذله الكادر الطبي من أجل خدمة المواطنين في المجال الصحي، والذي كان في الماضي عند الحالات الطارئة كان أقرب مركز طبي هو هرقيسة العاصمة، ولكن الآن هناك كادر طبي متميز في الإقليم من أجل عمل كل ما يلزم لمرضى الإقليم. تحدث أيضا في هذه المناسبة مدير عام مستشفى الإقليم الدكتورة ديقة عمر حاج سعيد التي شكرت جمعية ناو على هذه المبادرة الطيبة لتكريم الأطباء والكادر الطبي بشكل عام في مستشفى الإقليم. وتحدث أيضا أحد أطباء المستشفى حيث شكر فيها جمعية ناو على هذا التكريم في إقليم قبلي. أقيمت اليوم في مقر مدرسة سانشاين الخاصة حفلة موسعة من أجل الاحتفال أولا بخريجي المدرسة خلال الأعوام الماضية. أقيمت اليوم في مقر مدرسة سانشاين الخاصة حفلة موسعة من أجل الاحتفال أولا بخريجي المدرسة خلال الأعوام الماضية، وقد حضر هذه المناسبة أعداد كبيرة من علماء الدين والشيوخ وعدد من مسؤولي وزارة التربية والتعليم العالي. وبداية تحدث بكلمة مدير عام المدرسة سعادة صلب علي أمان أشار من خلال كلمته
إلى المراحل العديدة التي مرت بها المدرسة لخدمة العملية التعليمية، كما أشار أيضا إلى أن العدد الإجمالي للمتخرجين بالمراحل التعليمية المختلفة وصل إلى 3700 طالب وطالبة. هذا كما أعلن سعادته عن افتتاح العام الدراسي الجديد 2014-2015، وأضاف بأن إدارة المدرسة تعهدت بإضافة معلمين وخبراء أجانب لكل من دولة إثيوبيا ودولة كينيا، دولة أوغندا ودولة تنزانيا، من أجل رفع العملية التعليمية بالمدرسة لخدمة الطلبة والطالبات. هذا كما تحدث بكلمة مدير التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم العالي سعادة موسى محمد، أشار إلى اجتهادات المدرسة لخدمة التعليم بشكل عام. هذا كما تحدث في المناسبة أولياء أمور الطلبة والطالبات، كما تم توزيع شهادات التخرج على طلبة وطالبات المتفوقين. هذا كما حضر هذه المناسبة ضيوف ومسؤولون آخرون. وبالشأن العالمي، أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما زعماء الكونغرس بأن لديه السلطة لاتخاذ الإجراءات لتدمير تنظيم داعش. أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما زعماء الكونغرس يوم الثلاثاء أن لديه السلطة اللازمة لاتخاذ إجراءات لتدمير داعش، مما يشير مرة أخرى أن البيت الأبيض لن يطلب من الكونغرس التصويت بالموافقة على خطته. واجتمع أوباما مع كبار الزعماء والديمقراطيين والجمهوريين قبيل كلمة من القيام مساء اليوم لرسم خطته لمحاربة داعش. وقال البيت الأبيض في بيان، قال الرئيس الأمريكي للزعماء أن لديه السلطة اللازمة لاتخاذ إجراءات ضد داعش. مقتل 7 متظاهرين على الأقل عند إطلاق الشرطة النار لتفريغ مجموعة من المحتجين الموالين للمتمردين الحوثيين. قتل 7 متظاهرين على الأقل عند إطلاق الشرطة اليمنية النار لتفريغ مجموعة من المحتجين الموالين للمتمردين الحوثيين، كانوا يحاولون اقتحام مقر رئاسة الوزراء في وسط صنعاء. وقد استمر الحوثيين في تصعيد موقف في صنعاء ومحيطها قذات أقدام الأمن على محاولة فاشلة لتفكيك مخيماتهم التي تقطع شارع المطار وتحاصر وزارات الداخلية والاتصالات والكهرباء والبريد وتقلق منافذ العاصمة أمام حركة الشاحنات والمركبات الحكومية. مشاهدين الكرام، كان هذا كل ما لدينا من أنباء لهذه الليلة. على أمل اللقاء بكم في نشراتنا القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.